هذا العاجل واللي ربما يظهر قدام حضراتكم على الشاشة بتهمة التحريض على الاضطراب والمشاركة شركة لورد انترناشونال تفصل 38 عاملا مع استمرار مطالبة موظفيها بتحسين دخولهم وتحيل آخرين للتحقيق. إذن تطبيق آخر لقانون الفصل العنصري الذي أقره البرلمان المصري قبل أيام بفصل الموظفين دون الرجوع إلى الدستور أو دون العرض على مجالس التأديب والمحاكمات الاعتيادية. شركة خاصة اليوم لورد انترناشونال تفصل 48 عامل والتهمة بسبب الإضراب وبسبب مش عارف محاولة الإخلال بالنظام الداخلي للشركة، على الرغم أن كانت المطالبات خلال الشهور اللي فاتت ويمكن كلنا تابعنا مطالبات عمال لورد بتحسين المستوى وبزيادة الرواتب وبوجود تأمين صحي. الشركات الخاصة الآن على نهج الشركات الحكومية، الشركات الخاصة وأصحاب الأعمال شايفين الدولة وشايفين النظام ووزارة إدارة الأعمال بتصفي الشركات الحكومية الكبرى زي شركة الحديد والصلب وبيسرح العمال، بيصفوا شركة غزل ونسيج كفر الدوار وبيسرح العمال، شركة ألومنيوم نجا حمادي معرضة أيضا للتصفية وتسريح الآلاف من العمال، شركة سماد طلخة حاولوا يصفوها لكن العمال وقفوا. فإذا كانت الدولة والحكومة المسؤولة عن الوطن والمواطن والعمال اللي المفروض توفر لهم حياة كريمة ومهنة شريفة وتأمين على المستقبل والروح بتعمل كده مع المواطن والعامل، فعادي جدا نلاقي شركة زي لورد ونلاقي شركة زي اسكندرية للغزل والنسيج ونلاقي بعض الشركات الخاصة بتسير على نهج الحكومة. والفصل التعسفي النهاردة أو اللي كان زمان اسمه فصل تعسفي النهاردة بقى بقانون أقره البرلمان لجل عيون سيادة الوزير كامل الوزير، وقال لك هنفصل أي حد يقول لأ وأي حد يطالب بحق أي حد وأي حد يعترض على أي حد وأي حد ليه طلبات أو أي حد بيفكر أو أي حد ليه عينين بيشوف ويعترض على الفساد والإهمال والفشل. وبالنهاية الشماعة بتاعتنا موجودة، كلهم إخوان وأي حد في بلدنا يمتلك عقل إخوان وأي حد بيفكر إخوان وأي حد بيطالب بحقه إخوان وأي حد بيعترض على فشل أو فساد أو إهمال في بلدنا يبقى إخوان. وأشوفكم.